هنا السلام مفيد. عليكم. وعليكم السلام. حاليا الاستاذه الدكتوره شيماء سيد هتكلمنا عن الادفانسد اند بيزك مود اوف ميكانيكال فنتيليشن. اتفضلي يا شيماء. دكتور حسين، في البدايه حابه اشكر كل الحضور، زمايلنا واساتذتنا اللي شرفونا من جامعه المنيا واسيوط واسوان، وزمايلي في قسم الصدر هنا واساتذتنا وزملائنا في مستشفى الصدر. هنتكلم عن الادفانسد فيرسس بيزك مود اوف ميكانيكال فنتيليشن. ايه الهدف من الميكانيكال فنتيليشن؟ انا لما بحط العيان على الفنت بيبقى هدفي ايه؟ هما ثلاث حاجات: سيفتي، كومفورت، اند ليبريشن. يعني ايه سيفتي؟ العيان يبقى قاعد على الفنت، بحسن الاكسجين بتاعه وبعالج الكلينيكال كونديشن اللي كانت السبب ان هو يتحط على الفنت، واتجنب ان هو يدخل في فنتليتور انديوسد لانج انجري علشان اوصل للمرحله اللي بعدها. يعني ايه كومفورت؟ العيان بدا ياخد سبونتينيوس بريسنج، انا عايزاه يبقى كومفورت على الماشين، يبقى بيتر سينكروني ما بين البيشنت اند ذا فنت، وبالتالي انا بقلل من السيديشن والاي سي يو ستي. لايبريشن اعجل بالويننج، اوصل بالعيان للويننج بسرعه، افويد اللونج اي سي يو ستي. يبقى هما الثلاث كلمات الايم من الميكانيكال فنتيليشن: سيفتي، كومفورت، اند لايبريشن. في البدايه عشان نفهم الانتر اكشن ما بين البيشنت وما بين الفنت، انا حطيت الفنت، حطيت البيشنت على فنتليتور، هدفي ايه؟ ان انا النسيسري ابدي له بريشر كوز فلو اوف جاز تو انتر ذا اير واي اند انكريز الفوليوم اوف ذا لونجز. انا مديه جاز بفلو معين، مديه جاز بفلو معين عايزاه يتغلب على الاير واي ريزيستنس، وفي نفس الوقت يدخل لي تايدال فوليوم يتغلب على الالاستنس اوف ذا لونج. يبقى البريشر اللي هتديه الماشين محتاجه ان انا يدخل فوليوم يتغلب على الالاستنس اوف ذا لونج، وفي نفس الوقت يديني فلو يتغلب على الاير واي ريزيستنس، وده بيتم من خلال ايه؟ المودز اللي احنا بنظبطها. طيب يعني ايه مود؟ يعني ازاي الماشين بتدي الانسبيراتوري سبورت تو ذا بيشنت. انا مجرد ان حطيت البيشنت على الفنت لازم اظبط مود بحيث ان هو بيتحكم فين في الفنتيليشن اوف ذا بيشنت. مش هحط البيشنت على الفنت كده ومش هظبط حاجه، لا. طيب يبقى المود هو عباره عن الطريقه اللي الفنت بيوصل بيها الانسبيراتوري سبورت تو ذا بيشنت. طيب المود دي بتبقى كلاسيفايد اكوردنج تو ايه؟ هم ثلاث حاجات: حاجه اسمها الفيز فاريبلز اللي هم التريجرنج والتارجت والسايكلينج، وحاجه اسمها البري سيكونس، والحاجه الثالثه اللي هو التارجتنج سكيم. هناخد كل حاجه بالتفصيل. البري سيكونس، نفس العيان هل هو مانداتوري او الفنتليتور بريسس هل هي مانداتوري، الماشين هي اللي بتديها، ولا سبونتينيوس البيشنت هو اللي بيتحكم فيها، ولا اسيستد البيشنت بيبدا والماشين بتكمل. يبقى ده بيحكمه الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الفيز فاريبلز. عشان اقول مانداتوري ولا سبونتينيوس ولا اسيستد يبقى بيزد على ثلاث حاجات: التريجرنج المقصود بيها بدايه النفس ستارت اوف ذا انسبيريشن، الليمت التارجت انا عايزه فوليوم يدخل ولا عايزه بريشر يدخل العيان، الحاجه الثالثه السايكلينج عايزه النفس ينتهي بايه، الانس اوف انسبيريشن. اكوردنج تو ذس احنا بنقسم الميكانيكال فنتليتور بريسز لكنترولد بريسز، اسيستد بريسز، سبورتد بريسز. كنترول يبقى التريجرنج والسايكلينج، والتارجت الماشين هي اللي بتقوم بيه، العيان بيبقى مرتاح مش بيبذل اي مجهود. طيب في الاسيستد بريس العيان هو اللي بيبدا النفس سواء بفلو او بريشر، والماشين بتساعده هي اللي بتنهي وهي اللي بتدي التارجت اللي احنا ظابطينه. في الاسبونتينيوس بريس البيشنت هو اللي بيعمل الثلاث حاجات، هو اللي بيبدا النفس، هو اللي بينهي، هو اللي بيحقق التارجت بتاعه. طيب على اساس كده احنا قسمنا المودز لاسيست كنترول، او ليها اسم تاني كنترولد مانداتوري فنتريشن. تمام، اسيست كنترول يا اما التارجت عندي فوليوم يا اما بريشر. طيب يبقى فوليوم اسيست او كنترول، مين اللي ثابت عندي؟ التارجت فوليوم، ومين المتغير؟ البريشر. يبقى الهدف ان انا احقق بريست تايدال فوليوم، والبريشر بيبقى متغير في صوره البيك انسبيراتوري بريشر او البلاتو بريشر. يبقى انا كده ايه البنفيت من المود الاولاني؟ ان انا حققت المينت فنتيليشن،
حققت تارجت فوليوم احنا عايزينه، لكن في نفس الوقت البريشر متغير according to the lung mechanics of the patient اللي احنا قلنا عليها الريزيستنس والكومبلاينس. تمام. الحاجه الثانيه البريشر او اسيست كنترول بريشر الثابت عندي انا بدخل بريشر للعيان، يبقى المتغير التايدال فوليوم according to the lung mechanics. يبقى انا كده حققت بيشنت كومفورت ان الفلو في حاله البريشر كنترول بيبقى ديسيليريتنج، يعني بيبدا عالي وبيبدا عالي وبيبدا ينزل بالتدريج according to the physiological flow. لكن في حاله الفوليوم كنترول الفلو بيبقى فيكسد كونستانت. تمام. فده بيبقى مور انكمفورتبل تو ذا بيشنت في الفوليوم كنترول، لان العيان لما بيبدا ياخد نفس وبيلاقي الفلو كونستانت ده بيبقى مزعج بالنسبه له، بيزود الورك اوف بريسنج. لكن في حاله البريشر كنترول لا، انا عندي الفلو ديسيليريتنج، لو بدا ياخد نفس يبقى هو كده اوريدي مع الفيسيولوجيكال فلو. طيب عيب الفوليوم كنترول لما بيكون البريشر متغير، يبقى انا كده ممكن البريشر يعلى يعمل باروتروما او فوليوتروما. لكن في حاله البريشر كنترول التايدال فوليوم انا مش متحكمه فيه، لكن ممكن يبقى اقل من الايديال بالنسبه للبيشنت، ففي الحاله دي هيحصل حاجه اسمها اتيليكت تروما، الالفيولاي هتقفل. تمام. البريشر سبورت يبقى هو سبورتد، يبقى مينلي الاندبندنت فاريبل البريست بريشر، يبقى انا ايه بظبط بريشر والفاريبل بالنسبه لي هيبقى الفوليوم. ده بيبقى مور كومفورتبل للبيشنت. تمام. الاو بيشنت تو مينتين ريسبيراتوري ورك ايفورت. السينكرونايزد بيدي مانداتوري بريس، الماشين هي اللي بتديها، ولو البيشنت حب ياخد في النص بتساعده ببريشر سبورت. يبقى احنا كده اخدنا البري سيكونس اللي هو بيحدده الفيز فاريبلز تريجرنج والمينتنس والسايكلينج، ده اللي بيحدد نوع البريس. في حاجه قلنا اخير عليها اللي هي التارجتنج سكيم. الهدف من التارجتنج سكيم الادفانسد مودز، ودي اللي ظهرت في النيو جينيريشنز فنتليترز. خلاص. يعني ايه تارجتنج سكيم؟ انا عايزه الفنت يحقق هدف انا ظبطاه على الماشين. طيب الهدف ده مين اللي بيظبطه؟ انا. يبقى التارجت بري ديترمايند جول اوف فنتليتور اوتبوت، عايزه الماشين هي اللي تحقق التارجت اللي احنا عايزينه. هي دي هنفهمها شويه مع التارجتنج سكيم قبل الادفانسد مود. هنا التارجتنج سكيمز هم دول. يعني ايه سيت بوينت؟ يعني الفيزيشن هو اللي بيظبط المود، هو اللي بيحط بريشر كنترول او فوليوم كنترول او بريشر سبورت، يبقى الدكتور هو اللي متحكم فيه. طيب الدول مود، يبقى انا كده في السيت بوينت انا ظبطت بريشر يبقى الفوليوم متغير، ظبطت فوليوم يبقى البريشر متغير، بظبط حاجه واحده والثانيه بتتغير. في الدول مود عكسه بقى، انا بتحكم في الاثنين، بتحكم في الفوليوم وبتحكم في البريشر اللي هي بنسميها فابس، فوليوم اشورد بريشر سبورت. السيرفو inspiratory pressure proportional to effort، العيان بياخد مجهود والماشين بتساعده، ودي اشهرها النافا نيورال ادجستد فنتيلاتوري اسيست، والباف اللي هو بروبورشنال اسيست فنتليشن بلس. طيب الادابتيف هو بيظبط البريشر بناء على التارجت تايدال فوليوم اللي انا ظبطته على الماشين اللي هو بريشر ريجوليتد فوليوم كنترول او فوليوم سبورت فنتليشن. الاوبتيمال انا لو وصلت للتارجت تايدال فوليوم to maximize or minimize some desired parameters اللي هي بنسميها adaptive support ventilation. الانتليجنت مود دي فايدتها ان هي ايه؟ مودز اوف ويننج. تمام؟ اللي هي السمارت كير. طيب يبقى بناء على اللي احنا قلناه مقدمه المودز تبقى classified according to ايه؟ يبقى انا عندي كده conventional modes اللي هي completely controlled pressure control او volume control partially من خلال الassisted control او الاس اي ام في فوليوم كنترول، وممكن يبقى الاسيستد كنترول فوليوم او بريشر. الكومبليت سبونتينيوس البريشر سبورت اور سيبا. الصفين دول هم الجداد. الباي فيزيك بريشر مود اللي هي بنسموها انفيرسد ريشيو فنتيليشن، يعني الاي ريشيو احنا بنظبطها من 1:2. في الانفيرسد ريشيو فنتيليشن انا بزود او بطول في الانسبيريشن على حساب الاكسبيريشن. اشهرها الاي بي ار في والباي باب او باي ليفل والهاي فريكوانسي فنتليشن. طيب الدول كنترول مود في التقسيمه اللي هي قلنا التارجتنج سكيم دي بتتحكم في الاثنين، بتتحكم في الفوليوم وبتتحكم في البريشر.
لكن بتتحكم في نفس النفس انترا بريس ولا فروم بريس تو بريس. لو انترا بريس في نفس النفس بسميها فابس اللي هو فوليوم اشورد بريشر سبورت، بيقلب من بريشر لفوليوم. لكن انتر بريس فاريشن من نفس للتاني اللي هي اشهرها البي ار في سي بريشر ريجوليتد فوليوم كنترول، والفوليوم بريشر سبورت، والادابتيف سبورت فنتيليشن، والفوليوم سبورت فنتيليشن. تمام. طيب هناخد جرافس كده نعرف بيها الكونفنشنال مودز. ده كنترول مانداتوري فنتيليشن اللي هو فوليوم كنترول. طب ازاي قلت فوليوم كنترول؟ طب ما ممكن يكون بريشر كنترول. بنبص على السكوير ويف فورمز، هل هو بريشر ولا فلو؟ انا عندي فلو يبقى كده انا بتعامل مع فوليوم كنترول، لان الفلو هو معبر عن الفوليوم. تمام. طيب كنترولد ولا اسيستنت؟ ليه كنترول؟ العيان مش بياخد، والويف فورمز على مسافات متساويه، يعني بيزد على تايم، كل 5 ثواني بيديله بريس، كل 4 ثواني بيديله بريس، يبقى ده بيزد على تايم اللي هو بنسميه كنترول. والويفز في نفس الوقت كلها نفس السايز، يبقى مانداتوري التريجر بتايم، الليميت عندي فوليوم، والسايكلينج بيتم فوليوم او تايم. احنا شايفين الفلو ديسيليريتنج ولا كونستنت؟ كونستنت. يبقى ده اول حاجه مزعج بالنسبه للعيان. تمام. البيشنت هاز نو كنترول اوفر ريسبيريشن ريكوير سيديشن اند باراليسيس. يبقى انا هنا مش عايزه اي مجهود من العيان، يبقى في الحاله دي هيبقى البيشنت يا اما بارالايزد يا اما سيديتد. نيجي بقى هنا، فوليوم ولا بريشر؟ مين السكوير؟ الفلو. اسيستد ولا مانداتوري؟ اسيستد، لان العيان بدا يعمل تريجرنج للماشين، وفي نفس الوقت الويف فورمز كلها على مسافات متساويه والسايز بتاعها ذا سيم، يبقى دي اسيستد. اسيستد ايه؟ فوليوم كنترول. طيب هنا مين السكوير؟ البريشر. طيب اسيستد ولا مانداتوري؟ مانداتوري، مفيش تريجرنج، مفيش بدايه من العيان. نيجي بقى للبريشر سبورت. البريشر سبورت احنا قلنا البدايه من العيان والنهايه من العيان، لكن التارجت مين اللي بيحققه؟ الفنتليتور من خلال بريشر سبورت او دعم للعيان. هنا البيشنت بدا، ده ست بريشر سبورت ليفل، وهنا انتهى. تمام. وديسيليريتنج فلو السينكرونايزد احنا قلنا بيدي مانداتوري بريسز، وان بتوين بيبقى سبونتينيوس بريس. السبونتينيوس بريس لو مش ظابطه بريشر سبورت، السبونتينيوس بريس ممكن يبقى صغير ما يحققش التارجت تايدال فوليوم، لكن بنظبط معاه بريشر سبورت بحيث ان هو يحقق على يحقق التارجت تايدال فوليوم. تمام. بريشر ولا فوليوم؟ بريشر. اس اي ام في ولا بريشر كنترول؟ ليه؟ لان العيان واخد سبونتينيوس والماشين بتساعد. تمام. طيب احنا قلنا كده المودز او الكونفنشنال مودز، ايه الدروباكس او الديس ادفانتجز بتاعتها او سايد افكتس بتاعتها؟ مفيش مود بظبط العيان عليه فروم ذا ستارت تو ذا اند، يعني ابدا واعمل ويننج نفسه. العيان لو حصل له امبروفمنت او حصل له ديتيريوريشن بضطر ان انا اغير في البارامترز او اغير المود. تمام. الحاجه الثانيه ان البيشنت خلاص اتحكمت في البريشر، الفوليوم متغير، اتحكمت في الفوليوم، البريشر متغير، فده عرضه للكومبليكيشنز. وفي حاجه بيسموها اسمها اوبن لوب. الكونفنشنال مودز از ان اوبن لوب. يعني ايه اوبن لوب؟ الفيزيشن هو اللي بيظبط الفنت، وهو بناء على اللنج ميكانكس بتاعه العين اللي هو بيتهيئ له ان ده ستيف لنج او اوبستراكتيف لنج بيزد على الديزيز بتاعه، لكن مش بيقدر يتحكم، بيشوف الكومبلاينس قد ايه والريزيستنس قد ايه. يبقى البيشنت هو اللي بيظبط الماشين، والماشين بتدي اكوردنج تو ذا بارامترز بيديها للبيشنت. البيشنت اكوردنج لللنج ميكانكس بيحصل تغيير، التغيير ده بيجي على الفنت في صوره الارمز،
يا اما العيان كويس يا اما البريشر عالي يا اما التايدال فوليوم قليل. لكن الفنت بيقدر يتحكم بناء على الفيدباك بتاع البيشنت؟ لا، الفيزيشن هو اللي بيغير، يقلب من بريشر لفوليوم. يبقى كده الفنت مش بيحس بالعيان او مش بيدي سبورت للعيان بيزد على الفيدباك او لونج ميكانكس بتاعه. عشان كده بنسميه open loop ventilation, no feedback from the patient to the ventilator. تمام. الديسادفانتجز دي بتاعه الكونفنشنال مودز ده كان يستدعي ان يحصل او الايه من الادفانسد مودز، ان احنا عايزين مودز جديده تاخد البنفيت بتاعه الفوليوم كنترول والبريشر كنترول وفي نفس الوقت تتجنب السايد افكتس بتاعتها. يبقى انا عايزه اتجنب الفنتليتور انديوس لونج انجري. الحاجة التانية ان البيشنت لما يبدأ ياخد spontaneous breathing يبقى in synchrony with the ventilators promote better oxygenation promote faster weaning. يبقى انا كده قللت short stay in ICU. تمام. وبالتالي easier to use. ليه؟ لان هو الفنت مجرد بس ما الفيزيشن بيعمل set للمود الفنتليتور بيوصل البارامترز دي للبيشنت، البيشنت بناء على اللونج ميكانكس بيوصل سيجنال للفنتليتور، الفنتليتور بيتحكم فيها او بيقدر يظبط نفسه بحيث ان هو ايه يظبط، يعني يتحكم في اللونج ميكانكس بتاعه البيشنت ويظبط نفسه. لكن هنا ليس نيد فور سبيشاليست، يبقى هو فكرتها عايز يقلل من القوه البشريه او يقلل من استخدام الدكتور. طيب الادفانسد مودز، احنا شفنا الكونفنشنال مودز از ان اوبن لوب مود، دي عكسها يبقى كلوزد لوب، يبقى بيبقى فيه فيدباك من البيشنت للفنت وعلى اساسه الفنت بتتصرف. تمام. طيب او بتوصل الدعم. دول كنترول مودز بقدر اتحكم في الاثنين مع بعض، بريشر وفوليوم. تمام. زي ما احنا قلنا برضو ممكن وذن ذا بريس زي في حالات الفوليوم اشورد بريشر سبورت او فروم بريس تو بريس زي البي ار في سي. هنا الكلينيشن بيظبط الفنت وبيوصل البارامترز to the patient وهنا الفيدباك بيرجع تاني للفنت. انا كل ده وخلاص. تمام. يبقى understanding the advanced modes، انا عندي patient effort العيان بيعمل مجهود ومحتاج ان الماشين تساعده. في حاله ان البيشنت يبقى باسيف بديله فوليوم كنترول بلس لونج بروتكتيف استراتيجي، ان انا بقلل من التايدال فوليوم افويد ان البريشر يبقى عالي. وانس ان البيشنت بدا يبقى تريجر ذا ماشين محتاج ان هو يبقى كومفورت اند بيتر لايبريشن. لكن في حالات الفوليوم كنترول احنا قلنا فيكسد فلو يبقى نوت كومفورتابل تو ذا بيشنت. انا عايزه استفيد من البريشر كنترول بريشر كنترول مود وفي نفس الوقت استفيد من البريشر سبورت بان احنا نتحكم في الاثنين، هديله بريشر ما يتعداش الابر ليميت وفي نفس الوقت اتاكد ان هو ايه التايدال فوليوم عندي كويس. اول مود البريشر ريجوليتد فوليوم كنترول، خلاص احنا كل المودز اللي هنتكلم عليها كلوزد لوب دول كنترول مود بيتحكم في الاثنين الفوليوم والبريشر. الكلينيشن بيظبط ايه؟ انا بظبط تارجت تايدال فوليوم انسبيراتوري تايم. الفنتليتور بيعمل حاجه اسمها تيستنج بريس، بيشوف اللونج ميكانكس بتاعت العيان وعلى اساسها بيبدا يديله الايديال بريشر. بتتغير اللونج ميكانكس بيغير في البريشر عشان يحقق التارجت فوليوم اللي احنا ظابطينه على الفنت. تمام. وزي ما قلنا بريشر يبقى ديسيليريتنج فلو مور كومفورتابل للبيشنت لو بياخد سبونتينيوس بريسز. يبقى البريشر كنترول البريشر ريجوليتد فوليوم كنترول ايديال لعيانين الاي ار دي اس او الاكيوت لونج انجري. مستو بدي كونستنت تايدال فوليوم واوتوماتيك ويننج من البريشر ليميت او البريشر سبورت للعيان. الديس ادفانتج ان محتاج في النفس اللي قبله يشوف النفس اللي قبله او الكومبلاينس بتاع العيان عشان يبدا يظبط البريشر بيزد عليه، فبالتالي التايدال فوليوم هيبقى ايه متغير. السيتنج انا بظبط ريسبيراتوري ريت وتارجت تايدال فوليوم اللي هي المينت فنتيليشن وبظبط ابر بريشر ليميت ما يتعدهوش العيان سي 30 وبدي اكسجين وبظبط الاي ريش والبيب والرايزنج تايم. ده البي ار في سي. عشان احقق تارجت تايدال فوليوم البريشر بيبدا يتغير من 20 ل 22 ل 24 ل 27. هنا كده ايه التارجت تايدال فوليوم يبدا يغير في نفسه بيزد على اللونج ميكانكس بتاعه العيان ودي سيليريتنج فلو. البي ار في سي موجود في ماشينز كتير. عيب المودز ان هي ليها ديفرنت نيمز اون ديفرنت ماشينز، يعني اوتو فلو في الدراجر، فوليوم جارانتي في الدراجر بيبي لوج، ادابتيف بريشر فنتيليشن في الهاملتون، and so on.
طيب الاير واي بريشر ريليز فنتيليشن عباره عن سباب وذ ريليزنج بريشر، يعني بحكم حاجتين او بدي تو بريشرز، هاي بريشر ولو بريشر، وبالتالي تايم هاي اند تايم لو، تايم هاي اند تايم لو. الهاي بريشر فيز وظيفته ايه؟ ادي 10. الهاي بريشر ليفل مستو ايه؟ ان هو بيعمل الفيلر ريكروتمنت، وبالتالي بيحسن الاكسجينيشن بتاع العيان. وبديله تايم هاي بحيث ان البريشر يبقى عالي فتره طويله والالفيولاي تبقى ريكروتد، تمام؟ وبعدين مش هيفضل في الفتره دي يعني في الهاي بريشر فتره طويله، لان انا كده ما خرجتش السي او 2، محتاج فيز اسمها ريليزنج فيز او البي لو، محتاج ان هو يخرج السي او 2، يبقى وظيفتها الفيلر فنتيليشن اند ريموفال اوف كربون دايكسيد، تمام؟ ده فاسيليتيت السبونتينيوس بريسنج، الاو السبونتينيوس بريسنج وبيقلل البيك اير واي بريشر. ده يتم ليه؟ يبقى الاي بي ار في ليه دول فانكشناليتي، ان هو في السبونتينيوس بريسنج بيساعد العيان بيديله سبورتد بريسز، وفي حاله ابسنس اوف سبونتينيوس بريسنج بيشتغل كانه بريشر كنترول، بريشر ليميتد تايم سايكل. السيتنج يبقى بي هاي، بيبقى اقل من 30 سنتيمتر روتر، من 25 ل 30، والبي لو بيبقى من 0 وممكن 5 سنتيمتر روتر. التي هاي من 5 ل 8 سكندز عشان احافظ على البي هاي فتره طويله، والتي لو بيبقى من 3.10 ل 6.10، بيبقى افويد يعني شورت انف عشان ما يحصلش دي ريكروتمنت، مش عايز اوصل، مش عايز انزل من البريشر العالي لاقل حاجه، بحيث ان ايه الالفيولاي اللي كانت يعني انفليتد او ريكروتد اخلي دي ريكروتمنت، وفي نفس الوقت اتجنب ان يحصل ايه سي او 2 اكيوميليشن. ده الاي بي ار في بيسمح بالسبونتينيوس بريسنج، تمام؟ الادفانتج هاي مين اير واي بريشر، لو بيك انسبيراتوري بريشر، وانفرسد ريشيو، بحسن الاكسجينيشن وبقلل السيديشن وبحسن السينكرون ما بين البيشنت والفنت. لكن عيبه ايه؟ لو العيان عنده انكريز في الاير واي ريزيستنس زي عنين السي او بي دي، انا فتره التي لو بتبقى قليله مش بتسمح بخروج كل السي او 2، فبالتالي بيعمل اوتو بيب ويزود الورك اوف بريسنج، بيزود الورك اوف بريسنج، تمام؟ يبقى هو مفيش وقت له خلاص، بس محتاجه فعلا دقيقتين تاني، خلاص دي اهم حاجه. الادابتيف سبورت فنتيليشن بين قوسين مينت فنتيليشن، يعني بحقق مينت فنتيليشن اكوردنج تو ذا لونج ميكانكس اوف ذا بيشنت. هو عباره عن ايه؟ مانداتوري مينت فنتيليشن ببريشر كنترول، يعني بيدي بريشر وبيحقق مينت فنتيليشن. اوتوماتيكالي سيلكت ذا ابروبريت تايدال فوليوم وفريكوانسي. ميزه الادابتيف سبورت فنتيليشن ان انا مش بظبط تايدال فوليوم اكوردنج تو ذا لونج ميكانكس اوف ذا بيشنت، هو بيظبط لي التارجت تايدال فوليوم، بدخل الهايت والويت بتاع العيان، هو بيحسب الايديال بودي ويت او الايديال تارجت تايدال فوليوم بالنسبه للعيان والفريكوانسي بالنسبه له، ومن خلال البريشر المتغير بيحقق المينت فنتيليشن، تمام؟ يبقى هو اكوردنج تو ذا لونج ميكانكس اند تارجت مينت فنتيليشن. هو عباره عن ثلاثه مودز في بعض، لو الريت بتاع العيان اعلى من الريت بتاع الماشين يبقى هو كده بريشر سبورت، يعني العيان بياخد سبونتينيوس بريسنج، لو مفيش يبقى كده بريشر كنترول مش بياخد سبونتينيوس بريسنج، لو الريت بتاعه اقل من الادجستد يبقى بيشتغل كانه اس اي ام في، تمام؟ هنا ده السيتنج بتاعه، مفيش تارجت تايدال فوليوم، انا بدخل بس الهايت وبيحسب الايديال بودي ويت وبيحسب الديد سبيس وبيدي البيشنت بيزد على اللونج ميكانكس بتاعته. ادابتيف سبورت فنتيليشن الادفانتج يبقى ديسيليريتنج فلو ويف فورمز، خلاص يبقى كده مناسب للعيان. ديس ادفانتج ان السبونتينيوس ايفورت ريكوايرد والتايدال فوليوم سيلكتد ممكن يبقى تو لارج او سمول فور ذا بيشنت، ممكن يعمل اوتو بيب. والفارينج اير واي بريشر لان هو ده بيتغير اكوردنج تو ذا لونج ميكانكس، يعني على حسب اللونج ميكانكس بتاعه العيان مش انا اللي بظبط. الباف بروبورشنال اسيست فنتيليشن من اسمها، انا بدي percent of support according to the patient effort، يعني العيان بياخد مجهود والماشين بتديه. ده intra variation intra press variation، ان هو بيدي بيقلب من فولي بيدي بريشر سبورت according to ايه the effort بتاع البيشنت. هنمشي ده الباب، يبقى البريشر متغير according to the patient effort. الفرق ما بينه ان البريشر سبورت بيبقى السبورت فيكسد، لكن الباب البريشر سبورت بيبقى متغير اكوردنج تو ذا لونج ميكانكس.
الفيربس يبقى بيقلب من بريشر لفوليوم في نفس النفس لو لقي ان التارجت تايدال فوليوم مش بيوصل. النافا فكرتها انه برضو بيحس ببداية الكونتراكشن اوف زي ديافرام وبيدي السبورت عليه، تمام؟ بس ده بيبقى انفيزف شوية لان احنا بندخل نيزو جاستريك تيوب بـ8 الكترودز، بيبقى عند الكرورال بارت اوف زي ديافرام وبيبدأ يحس بداية النفس بيديله السبورت، لكن هو انفيزف، تمام؟ فكرته ان هو عايز يخلي البرين الماشين كأنها البرين اوف زي بيشنت. خلاص؟ ده السمارت كير ده الايديال مود او اكوردنج تو زي ارتفيشال انتليجنس، ان هو بيعمل ثلاث حاجات: بيضيف سبورت بيزد على الكلينيكال كونديشن بتاعه العيان، في حاله عدم السبورت بيعمل، في حاله ان البيشنت ستيبل وبياخد سبونتينيس بيقلل السبورت بالتدريج، وبالتالي ومع نفسه بيبدا سبونتينيس بريسنج ترايلز ويعمل ويننج للعيان. فاينالي which is better advanced or conventional modes. No ventilator can replace a clinician judgment. The smart brain can work better with old fashioned machine rather than latest machine alone. And thank you.